كابتن مصطفى رياض، يمكن لما قررت الاعتزال انت والكابتن شاذلي، طلب منكم مره تانية من نادي الترسانه انك ترجعوا تلعبوا تاني. النادي الزمالك كان مهدد بالهبوط، كان فاضل 5 مباريات، لعبتوا المباريات، رجعتوا تاني بعد ما بطلتوا وخليتوا الفرقه في المنطقه الدافئه، وجيتوا على مباراه النادي الاهلي وما لعبتوهاش. احكي لنا القصه دي ايه؟ انا احكيها لك كويسه قوي. هم جم في يوم قالوا لنا ان عايزينكم تلعبوا تاني مجلس الاداره. نعم. فقلت لهم انا والشيخ الله يرحمه لازم تكلموا الفرقه، لان ممكن ياخدونا ويهبونا يستاذنوا يعني، وتبقى منظرنا احنا وحش. فقعدوا معاهم وبتاع، قالوا لهم لا مش ينفعش وبتاع الحاجات ديت، احنا هنلعب احنا وبتاع. فرد ابراهيم البعثي الله يرحمه وفاروق ابو هاب كانت رساله مهدد بالهبوط. فقالوا لهم هيلعبوا يعني هيلعبوا بالامر بقى. فقالوا لنا اتمرنوا. كنت زايد حوالي 15 كيلو. 15 كيلو. وبعدين طب هنلعب ازاي؟ بقيت اجي اتمرن الصبح والظهر واخش ساونا. اتمرن الصبح واخش ساونا. تحملت بقى. حماست واللياقه وضغطه يعني ابتدينا. خسيت حوالي 10 كيلو. 10 كيلو. 10 كيلو. لسه في 5. قلت الماتشات هتيجي بقى يعني. ايوه ما لياقه المباريات. التفكير في الماتشات والخوف والحاجات ديت هيخليك تنزل لوحدك يعني. ولعبنا اول ماتش كان اسكو في ملعبنا. فكان الله يرحمه سيد رشاد اللي كان جابها. كوره جات لي فحبيت ان انا اخدها ناحيه الشاذلي. فالناس جريت على الشاذلي، فروحت اعملها من الناحيه الثانيه لسيد رشاد. راح اعملها جول، كسبنا 1-0. رحنا السويس قعدنا نتخانق في السويس عشان عايزين نكسب. نعم. وبعدين رحنا جايبين جون، جابوا جون، رحنا جايبين جون، شاذ جاب الجون الاخراني او انا او حاجه زي يعني. جبت انا جول باين وشاذ جون، بقينا 2-1. رجعنا السكه حديد في ملعب كلها صعبه قوي مع فرقه صغيره كلها بتنافس على الهبوط. سكه حديد. هوب 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 هوب. رحنا جايبين جون، كسبتوا المباراه وكسبنا المباراه كده قعدته. وبعدين لعبنا كفر الشيخ. في كفر الشيخ ولا في القاهره؟ في ملعبنا في الترسانه. في الترسانه. جبت 3 اجوان في الماتش ده. في الماتش ده. وحصلت كانت 5 اجوان وشاذلي جون ولا 2، وقعدنا.